السلام عليكم ورحمة الله، تحية كبيرة لكل واحد بيشاهدنا اليوم في أول إطلالة لنا من برنامجنا، برنامج زعتر وزيت خليك في البيت، لأنه صحتكم بتهمنا وانتو غاليين علينا كتير. حبينا نعطيكم عدة أفكار لتطبقوها في البيت في ظل فترة الحجر الصحي. أسأل الله العظيم أن يبعد عنا هذا الوباء. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. مشاهدينا الأعزاء، رح نعطيكم 9 أفكار لتطبقوها في البيت. أول فكرة، اصنع خطة ليومك لكل شيء ممكن تعمله خلال يومك في البيت وتنظمه في جدول معين تمشي عليه طوال فترة الحجر. نقطة 2، الانترنت كنز كبير، تستثمر وقتك وتستغله في أشياء مفيدة وتعلم أشياء مفيدة، ولا تضيع وقتك بتصفح مواقع الانترنت والتواصل والترفيه. ثلاثة، نقطة كتير مهمة، الأفلام ليست للمتعة، اختار أفلام وثائقية بتعطيك معلومات وفائدة كبيرة. نقطة 4، نقطة كتير مهمة، لا تقطع تواصلك مع الآخرين لأنه الحجر رح يبعدك عن الناس كتير، لذلك حاول الاتصال بهم بالصوت والصورة وتبادل الأخبار والمعلومات المفيدة للطرفين. خمسة، التحق بدورات مجانية عبر الانترنت لتتعلم اشياء كتير مفيدة وتكتسب مهارات ولغات جديدة. استغل وقتك بالتعلم والقراءة المفيدة، فمعظم الكورسات الموجودة موجودة مجانا على الانترنت، استغلها لتطلع بفائدة في فترة الحجر الصحي. نقطة 6، استثمر وقتك بالفائدة. سبعة، طور من نفسك ومن أسلوبك وشخصيتك. نقطة 8، لازم تتمرن في البيت، بما انه احنا قاعدين في البيت لازم تخصص وقت من يومك للرياضة والتمارين الخفيفة. في كثير من التطبيقات الموجودة مجانا بتساعدك على تطبيق الرياضة في البيت بطريقة مناسبة وبشكل صحيح. تسعة، ترتب حياتك، هي فرصة كبيرة يا صاحبي إلك للجلوس مع نفسك والتعرف على مهاراتك وتطور من ذاتك وحالك وتفكر في أسلوبك وشخصيتك في مستقبلك وأهدافك في حياتك. لهيك بدنا نعيد ترتيب حياتنا صح. في نهاية البرنامج بتمنى إلكوا ولأحبابكوا السلامة، وشكرا كتير لكل واحد شاهد هذا الفيديو، واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله. سلام يا حلوين.